سلامكم الاخ سمير ومرحبا بالجميع المتابعين لقناه شوف تي في ولجميع فريق لجميع جماهير فريق الوداد الرياضي العريق. صراحه كيف ما قالت الوينيرز النقل على الهواء والاعاده حسب الاهواء، انا ديما بغاتش انا كاع ندخل انا راسي واش دائما هذه القناه هذه اللي زعما هي القناه الوحيده المغربيه اللي كتنقل المباراه، علاش التحيز كاع هذيك اللي ضد الوداد ما كتعاود لك لا لقطات ديال الاهداف، ما الفار ما كتعاودوش ليك صحابي تلاحظوا غير هذوك الاشياء السلبيه، كيبغوا هذاك يكرهوا اللاعبين مع الجماهير، علاش هاد الحقد كامل ود الجحود؟ بالعكس خاصها تكون هذيك هي صحافه نزيهه، خاص يكون عندهم الحياد. حنا صراحه هذا الشيء اللي كيديروا الرياض هاد القناه هذه راه ما عجبنيش الحال، وانا عجبني البلاغ تاع الوينيز تبارك الله، الوينيز راه جمهور كبير، راه احسن جمهور في العالم، كنوجهو التحيه من هذا المنبر، يعني راه ما كيسكتوا على حتى شي حاجه لا كبيره لا صغيره، يعني اللي كتهم فريق الوداد الرياضي راه دائما كتلقاهم واقفين لهم، راه واقفين لهم هذاك في اي حاجه، يعني راه فريق الوداد راه فريق كبير، وراه الجمهور الوينيرز راه جمهور كبير عريق، راه حتى ما يمكنش فهاديك شي حاجه اللي غاسكت عليها، هو الشيء اللي كدير هذه القناه هذه لا حول ولا قوه الا بالله. هو صراحه اللاعبين راه المستوى تاعهم راه نزل، ولكن هذا الشيء ما كيمنعش هذا الشيء، هو راه المستوى راه نزل بزاف، كاينين شي لاعبين يعني نقدر نقول لك على حسب المدرب سي فين زرتي، يعني ما كاينش هذاك تاع المداوره، يعني معتمد على 11 لاعبين، راه اللاعبين راه كيستنزفوا الطاقه ديالهم، تبارك الله عندنا لاعبين في الاحتياط راه يتمنوهم اي فريق في المغرب ولا اي فريق في الافريك، راه كون هاد اللاعبين هادو تحطهم في انتقالات راه كلشي غادي يدفر بهم، يمكن هذاك اعرق فريق في افريقيا راه غادي يدفر به، يعني راه حنا راه عندنا لاعبين لا يستهانوا بهم، الا مثلا ملي عندك انت عندك سكومه عندك ايت المدن عندك سرغات الكياني زياني بلال، يعني كاينين لاعبين كبار، راه هادو راه الا عطاو واحد راه الا دخلوا راه غيعطيو واحد الاضافه اللي كبيره لفريق الوداد، اللي راه اش نقول لك راه غيحصدوا الاخضر واليابس. كنظن واقيلا الجماهير ما عندهمش الحق هذا يديروا هاد الشيء، من المساله تاع المكتب المسير ديال الوداد، الجمهور البديله اللي دارت الوينرز عجبتني، مشاو امام مقر تاع القناه الرياضيه وعندهم اسماء، مشاو للمقر تاع القناه حجم هي القناه الوحيده اللي كتجذب، مشاو للمقر ديالهم ومشاو للملعب محمد الخامس، يعني راه هذا اللي بجهدهم داروه، اكثر من هذا الشيء خاص الوداد اللي الفرق الوداد برئاسه السي سعيد الناصري خاصهم هذوك يتحركوا، حجم هذا التحيز راه بزاف، الا كانوا غيبقاو ديما ذاك التحيز من الاحسن بلا ما يبقاو ينقلونا كاع، ورا الصراحه راه كيشكل عائق امام اللاعبين ولا امام حتى سميتو الجماهير، ملي مثلا كتبان لك لقطه ديال الهدف ما كيعاودوهاش ليك، وكتبان لك شي لقطه تاع شي لاعب اللي مثلا خسر كره ولا زقل شي هدف اللي محقه تيبقاو يعاودوا فيها، شنو هو الغرض منهم؟ الغرض منهم باغيين يطيحوا الصوره تاع اللاعب ولا الصوره تاع الفريق، الصوره اما الصوره ديالنا حنايا فريق الوداد فريق كبير، الصوره راه عمرها ما تموت، جمهور كبير، جمهور رقم واحد في العالم، لاعبين كبار، واخا اللاعبين المستوى تاعهم طاح ولكن حنا دائما معاهم قلبا وقالبا حتى نديو ان شاء الله ثلاث الالقاب اللي ممكن، البطوله كاس العرش لعصبه الابطال. صراحه اللقطات بعدا خاصه هما شو مركزين على الكعبي ما عرفتش علاش، شي لقطه اللي كيديرها زوينه ما كيعاودوهاش، شي لقطه اللي الكعبي ما كيدير فيها والو تيبقاو يعاودو فيها لدرجه وليت نقول انا يكما هذا شي بيت وانا ما ديتهاش فيها، يعني ما يبقاوش يلاحظوا هادي، الا كانوا بغاو يكونوا هما قناه نزيهه ويضرب المثل هو الدليل على هذا، راه شحال من جماهير الوداد داروا هما ديسلايك، داروها هذيك ديزابوني، حتى واحد ما بقى قاعد من خارط معاهم، راه غادي يديروا عليهم حمله، راه ما غيبقى عندهم حتى شي واحد، راه غادي يبقى غير مول القناه، ولا غيبقى هو اللي يدير اللاجئ بوحدو ولا غيبقى. صراحه الرساله ديالي للمدير او الرئيس ديال هاد القناه هذه المحترمه هذه، راه فريق الوداد راه فريق كبير، الجمهور الوداد راه الا دار شي واحد في راسو راه ما غاديش هذاك يخليه هذاك يرتاح، الا بقى هاد الجحود وهاد الظلم هذا راه جمهور الوداد ماشي هذا كنقول لك هذاك شنو يدير، راه شنو نقول لك، راه وجه لهم واحد الرساله من امام المقر، يعني هذا راه هذا كافي، مشى للمقر تاعهم ومشى تاعهم، حنا ما كنطلبوا منهم والو، كنطلبوا منا حنايا غير نقلوا لينا كيف ما كتنقلوا هذوك المباريات الاخرين، شتي لقطه ديك تاع الهدف عاودوها، شتي لقطه ديك تاع الفار بحال مثلا ضربه جزاء هي كاينه وما كيعاودوهاش ليك، ما فهمش، الا كانت الوداد فريق مستهدف كنترجاهم يبعدوا على الوداد، ما تبقوش نقلوا لينا كاع الوداد في القناه تاعكم محترمه، نقلوا هذاك اي قناه، خلينا حنا هذاك ندبر راسنا وحنا كاع نقلوها في يوتيوب كاع، في القناه تاع الوداد الرسميه في اليوتيوب، من هذاك يدخلوا فلوس من كلشي غيبقى يتفرج، وكنشكر جماهير الوينيرز راه صح راكم دائما رجال وغتبقاو رجال وراك ديما تاج فوق ريوسنا.